صاحب الدوري زي ما مؤمن بيقول. مؤمن كابتن، حبيبي، مؤمن زكريا. يا كل مؤمن الألو يا كابتن سعيد. كابتن ازيك عامل يا ايه؟ حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، يا انت كابتن عامل مؤمن ايه؟ مبروك. الله يبارك يعني هي فيك. بطولة مهمة لكل جماهير النادي الأهلي ولكل لاعيبة النادي الأهلي، وبطولة خاصة وكل شيء، لكن بالنسبة لنا إنها شايلة اسم كابتن مؤمن زكريا ده بيخليها في حتة تانية خالص. لا لا الحمد لله، ألف مبروك يعني، الحمد لله طمني عليك يا كابتن مؤمن. الحمد لله تمام أهو الحمد لله يا رب دايما وإن شاء يا الله رب بإذن إن الله شاء في الله. أحسن حال، وتنور بيتك وتنور ناديك وتنور فرقتك إن شاء الله في أقرب وقت إن إن شاء شاء الله يا الله كابتن بإذن مؤمن. الله دعواتكم إن شاء إن الله. شاء الله. مؤمن، إيه كده؟ أخبار الحمام إيه بس؟ لا تمام أهو مستنيك والله. أكيد؟ لا لا تمام، قول لي أنت بس. أنا ما عرفتش آكل المرة اللي فاتت. لا عشانك أنت والله، أنت جاي إيه واكل حبيبي يا مؤمن، حبيبي. يا حبيبي يا انا كابتن. عايز اقول لك، عايز اقول لك على بس مؤمن ده، قول يعني يا كابتن سعيد. شخصيته طبعا كرويه محدش يختلف عليها وكله شافها يعني، لكن ايوه كمان دمه شربات، دمه خفيف. مره كنا بنلعب في الكاس بالالومنيوم في الكاس، بعدين في الثانيه 30 يعني مثلا ما عديش دقيقه ولا دقيقتين، وماتش الالومنيوم طبعا الالومنيوم حبايبنا واخواتنا وكل حاجه يعني، لكن في الكاس فماتش يعني ماتش من الماتشات اللي مش تقيل قوي في وقتها يعني، لكن الالومنيوم طبعا له تاريخ كبير يعني. فاكرم توفيق خد انذار في الثانيه 30، فلقينا واحد بيجري ورا اكرم توفيق سايب الكره خالص عمال يجري ورا ايمن توفيق على مع اكرم توفيق. اكرم توفيق، عمال يقول لي صلى على النبي صلى على النبي. لا قلت له اهدى اهدى وصلى على النبي. حبيبي يا ماما ترجع لها بالسلامه، انا متاكد ان ان شاء شاء الرحمن الله يا كابتن، باذن الله على اول السنه احنا باذن الله يكون معانا حبيبي. ان شاء الله على العهد يعني. قلت له ماشي، والتيشيرت انا شايله لك الرقم زي ما انت عايز، لا لا انت عارف خليه بيننا يعني خليه بينا. ماشي ماشي يا ان حبيبي، شاء الله. ماشي حبيبي يا كابتن انا عايزك تقول كلمه لجماهير النادي الاهلي يا كابتن مؤمن. طبعا بقول لهم ألف مبروك، بطولة مهمة كمان في وقت مهم عشان أفريقيا، فإن شاء الله بإذن الله كنا دوري وبطولة أفريقيا إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله وتكون معانا ونحتفل بيها مع بعض ان شاء الله يا إن كابتن شاء مؤمن. الله أكون معاك في الملعب يعني ان شاء الله انت يا حبيبي تنور الدنيا يا باذن الله. كابتن مؤمن. لا لا إن شاء الله بإذن ان الله شاء الله ان شاء الله بنطمن عليك دايما. شكرا إن شاء الله شكرا بإذن كابتن الله. مؤمن. السلام عليكم.